قالوا أن الشاعر محمد رشيد يعتبر شعراء المدينة هوية الشعر الشعبي في بغداد. شلون؟ نيابة يعني الصدارة في بغداد. شوف للمدينة كل قوم ما لديهم فرح، ونعم أنا أحب مدينتي ومستعز بشعراء مدينتي، لكن أنا ما معتبرهم هوية. صدقني القصيدة هي تحكم، وإلا أني لو معتبرهم هوية ما قدمت من شعراء المحافظات. كثير من شعراء المحافظات قدمتهم للإعلام من خلالي. يعني تمام، يثقون بي بعض مقدمي البرامج، يثقون بذائقتي، لأن أنا ما أعترف بذائقتي. مع جل احترام للجمهور، الجمهور عندهم مراهقة بذوقهم، مراهقة عجيبة غريبة. راح نتناول هذا الموضوع. لكن يعني أنت مو مع أنه المنطقة الفلانية هي أفضل المناطق في بغداد، المنطقة الفلانية هي الأكثر أو الأوفر شعرا، مو مو هذا الموضوع. أفرح هسه من أشوف نجوم، رغم مثلا حتى أفرح من أشوف نجوم من مدينتي. يعني هسه تشوف أشوف مدينتي من تنعد أسماء، أغلب شعراء اللي ينعدون هم من ابناء مدينتي. حلو. يعني هسه مو افضل منطقه بالشعر في بغداد هي المدينه؟ لا لا مستحيل، انا ما اكون عنصري وما اكون متعجرف برايي. جيد. المدينه اخرجت انجبت مبدعين، لكن المشكله الجايه صار عندنا، راح نرجع نحكي الكلام.